مساكم الله بالخير. اليوم حابين نتكلم عن موقف ممكن جدا يكون بسيط ويمر على كل شخص يكون في مكان عام، لكن هالموقف هذا إذا احنا أخذناه بعين الاعتبار والأهمية راح نشوف إنه ممكن يوصل لأفعال مجرمة يتعاقب عليها القانون. هالموقف هذا ممكن احنا ما نستنكره في مجتمعاتنا الشرقية، لكن في المجتمعات الغربية تعتبر جريمة وأي شخص يشوفك ممكن يبلغ عنك. إذا احنا اعتدينا على الطفل سواء بالصراخ أو بالضرب في مكان عام، عادي وايد لما نشوف الأبو أو الأم يزفون الولد، يطقونه، يصرخون عليه ويتلونه بأسلوب العقاب. طبعاً قاعد نشوف ردود الأفعال، بعض العيال يعاندون ويبجون ويصارخون، يبون يلفتون الانتباه، وبعض الأطفال فعلاً يحوشهم حالة الرعب ويخضعون حق أوامر الأم والأبو. طبعاً هذه الأفعال تعتبر جريمة لازم يعاقب عليها القانون، ولازم الأب والأم ينتبهون إلى نفسية الطفل أثناء معاقبته في مكان عام. هذا لأن له آثار نفسية جداً سيئة على الطفل لما أنت تمارس عليه العنف البدني، مثل الضرب، مثل أن أنت تحبسه في غرفة مظلمة، مثل أن أنت تمنعه عن أشياء أو تكلفه بأشياء خارجة عن قدرته البدنية والعقلية. أنت هني قاعد تعنف هالطفل. وأيضاً في العنف النفسي هذا أشد ضرر من العنف البدني، لأن الضرب إذا أنت طقيت الياهل ممكن بعد يوم يومين ينسى أو ممكن بعد لحظات ينسى، لكن الأذى النفسي يرتكز في نفسية الطفل وما يقدر ينسى. هذا يحتاج علاج نفسي علشان لا يكبر وتزيد عنده تراكمات النفسية في نفس الطفل. هذه لازم احنا ننتبه لها لأن جدا لها تأثير سيء، وآثارها ممكن هي تؤدي حق ان الطفل يمارس العنف على نفسه او يمارس العنف على الآخرين، وهذا قاعد نشهده كثير في المدارس، ان الطفل يكون عدواني يعنف او يضرب الأطفال الطلبة معاه في المدارس. وقاعد نشوفه هذا بسبب واحدة لازم تكون من الأسباب، يا ان الأم والأب قاعد يمارسون العنف على هالطفل، يا ان الطفل ضحية تفكك أسري في البيت وقاعد يعاني من مشاكل من أسرته وقاعد يطلعها في المدرسة، أو في بعض الحالات اللي هم نشوفها إن في قلة رقابة في المدارس على حالات الاعتداء على الطفل. طبعاً شفنا أحكام وايدة وانتشرت في كل وسائل التواصل الاجتماعي حالات اعتداء مدرسين على الأطفال، وشلون المحكمة عاقبتهم وصدر عليهم أحكام بالحبس. فعلاً إحنا في حالات الاعتداء على الطفل سواء الأذى النفسي أو البدني إحنا نحتاج نغلظ العقوبة، وما لازم نستهين في هالعقوبة سواء كانت من أقارب الطفل، أهل الطفل أو من الغرب، لأن الطفل مخلوق ضعيف، الله خلقه في سن لسن معين ما عنده النضج العقلي والبدني الكامل، فلازم القانون يحقق له الحماية القانونية اللازمة اللي تحفظه لغاية بلوغ سن الرشد. وهذه القوانين لازم تكون صارمة ورادعة لكل من تخول لنفسه أنه يؤذي الطفل. مع الأسف قوانين الجزاء في أيامنا هذه، في قوانين دولتنا الكويت، عندنا نقص تشريعي في جانب معين. مثلاً القانون الجزاء الكويتي ما جرم الأذى النفسي، ما جرم قضايا الإهمال. الإهمال إن أنت ما تودي للمدرسة، الإهمال إن أنت ما تقدم له الرعاية الصحية، الإهمال إن أنت ما توفر له البيئة المناسبة لنموه ورعايته. هذه كلها جرائم إهمال، حتى نص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. والجدير بالذكر إن الكويت كانت واحدة من الموقعين على اتفاقية حقوق الطفل بسنة 89، وبسنة 91 صدرت مرسوم للاتفاقية هذه، لكن ليومنا هذا احنا ما عندنا قانون للطفل يحميه من كل الجوانب سواء الرعاية النفسية أو الاجتماعية أو الصحية. احنا نتمنى ان يصدر هذا القانون في أسرع وقت لحاجتنا، ونتمنى من الآباء والأمهات ان يحافظون على أبنائهم ويراعونهم ويهتمون في صحتهم النفسية ويهتمون في أخلاقهم وتربيتهم السوية، لأن أهما اللبنة الأساسية في هالمجتمع وأهما عماد المستقبل. نلقاكم على خير في حلقة الجاية. تصبحون على خير.